مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر اللي يجيكم على قناة القلم الفضائية. المسألة المطروحة للنقاش الليلة هي مسألة ذات أهمية قصوى، وهي المسألة التربوية. في الواقع هي مواصلة للمتابعة اللي تقوم بها القناة للمسألة هذه منذ العودة المدرسية. احنا اليوم عندنا في تونس أكثر من 2 ملايين متلامذة، وبهذا نفهم مش معناها أهمية المسألة هذه، خاصة في ظل الظروف اللي قاعدين نعيش فيها اليوم وتأثير الوضع السياسي وحتى الاقتصادي على المجال التربوي. في الإطار هذايا حاولنا أن نسلط الضوء على بعض الجوانب المرتبطة بهذه المسألة وبالتطورات اللي قاعدة تشهدها بلادنا. وهذاك علاش استضفنا في البداية السيد منذر شقرون، هو ناشط حقوقي. مرحبا بك سي منذر. بيك متشرف. واستضافتنا أيضا مش تكون للسيد غازي المسدي، وهو ولي. مرحبا بك سي غازي. أهلا وسهلا بك الأخ صهيب. هذا في القسم الأول من اللقاء اللي مش نشاهدوه مع بعضنا، واللي مش نحاولوا في البداية أن نبدأ فيه بتشخيص الوضع اللي قاعدين نعيشه فيه من زاوية نظر ناشط حقوقي ومن زاوية نظر ولي من أولياء التلامذة، خاصة أنه اليوم نحس بأنه ثم نوع من الضغوط اللي قاعد يعيشها التلميذ سواء في حياته داخل المعهد والمدرسة أو خارج المعهد والمدرسة. نبدأ معك سي غازي. سي غازي، كيفاش تقيم، عفوا سي منظر، كيفاش تقيم سي منظر الوضع اللي قاعدين نعيشوه اليوم على مستوى الساحة التربوية؟ والله في البداية أنا نقول الوضع عادي جدا، التحضير كان كأي سنة دراسية. صحيح ربما العوامل الاقتصادية، غلاء الأسعار وغلاء المعيشة وكثرة المناسبات التي تجبر العائلات على الإنفاق قد يكون عامل سلبي كعادته كل سنة، كل سنة يعني. كعادتي كل سنة، إلا أنه اللي زاد السنة شوية عن العادة هو الحراك السياسي في البلاد أو التأزم السياسي، خلينا نقوله في البلاد، اللي ربما سلط الضوء أو انعكس حتى على الواقع التربوي والمدرسي. ويبدو أنه فما نوع من الخوف من أنه هذا الواقع السياسي المتأزم نسبيا أنه ينعكس سلبا ويزيد معاناة التلاميذ والأولياء يعني أكثر. وإحنا يعني نعتقد أنه في الوقت الراهن الحديث عن أزمة القطاع التربوي والتعليمي الناتج عن التدخل السياسي فيه سابق لأوانه، ونتمناه أنه ما يكونش عنده تأثير وما يزيدش على ما بيه وما يزيدش على مشاكله اللي هي مشاكل عادية. لكن بعد الثورة وبعد المسار في تونس من محطات نضالية كبيرة ومن تغييرات جذرية، نقول وأنه كل الأطراف مجتمعة ومتفقة على أنه الجانب التربوي لابد من دعم الاهتمام به، ولابد من التخطيط له تخطيطا محكما، ومن إعطائه العناية الكافية أكثر مما كان في السابق حتى يكون هذا القطاع مساهما في سي منظر. كي نتحدثوا على التخوفات اللي جبت عليها، فاش ممكن تتمثل هالتخوفات هذه، خاصة أنك ربطتها بالجانب السياسي؟ التخوفات هو من التوظيف السياسي، لأنه توليهم يحكى أنه فما أطراف ربما قد تستغل العودة المدرسية للحشد وللتعبئة لتسجيل المواقف أو لإبداء موقف أو لفعل ما، لإسقاط مشروع، لإسقاط مؤسسة، لإسقاط أو للضغط على مؤسسة. يبدو أنه هناك فما نزعة أو سعي نحو توظيف المؤسسات التربوية نحو هذا الاتجاه، وهذا هو المنظر والمخيف. احنا باش ما نقراوش في النوايا، باش نبقاو عند مستوى الفعل. كي نعبروا على التخوفات لازم ثم علامات، ثم مؤشرات. وكي تعبر على التخوفات انت عندك معطيات، فاش ممكن تتمثل، خاصة انه باش نكونوا واضحين اكثر، خاصة في ضوء اللي قاعدين نعيشوا فيه في الفترة هذه بعد فشل
مبادرة الرباعي الراعي للحوار، وبعد وصول نوع من الانسداد في الحوار بين الحكومة وبين الأطراف سواء في المعارضة أو في المنظمات الراعية للحوار على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل. والله بالنسبة للموضوع هذا يعني تبارك الله وسائل الاتصال على كثرتها وعلى قلتها يا أخي باش الواحد يوصل للمعلومة هذه أو للفكرة هذه، وسائل الاتصال من الانترنت ومن تلفزة قنوات تلفزية من راديو من إذاعات متعددة من صحف ومن تدخلات لرموز سياسية، فما شكون من الرموز السياسية من ألمح إلى ذلك عندما قال العودة المدرسية، مع العودة المدرسية ستكون هناك محطات نضالية أخرى ضد هذه المؤسسة أو ضد هذه الجهة أو ضد فلان أو ضد من كان، فبالتالي فالمؤشرات موجودة والتخوفات مشروعة ولها أساس من الواقع، يعني حقيقة موجودة، التخوفات من التوظيف موجودة وثابت، الأمر ثابت في شأنها، بالتالي معناها ما نجموش نغطي عين الشمس بالغربان، موجودة وواضحة وجلية للعيان وحتى من أصدع بها كذلك. يعني كي نحب نحدوا الجهة اللي من شأنها أنها تكون على الأقل بشكل أو بآخر مصدر هالتخوفات. والله هو الجهة، هو تحديد الجهة أعتقد أنه هذه مش من مهام الموكول لنا، باعتبار وانه لما تكون حدد جهه يعني نوجه تهمه، يعني مش تهمة هو مش مجال، يعني معناها المنظمات اللي ممكن انه تكون في الصوره بشكل او باخر باش على الاقل احنا نحسوا الراي العام بانه العمليه اللي من شانها انها تقود نوع من الارباك للمجال المدرسي يلزم الواحد يتوقع لها، يلزم يحتاط لها. هي راهو المنظمات او الجهات التي معناها اللي معروف عنها أنها قادرة على الحشد الجماهيري، ولما نقول الحشد الجماهيري بكل أطياف الجماهير بكل فئات الجماهير من عمال وفلاحين وموظفين وإداريين وتلاميذ وطلبة معروفة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، وعديد المنظمات المهنية الأخرى القادرة والتي معروف عنها أنها عندها قدرة على الحشد الجماهيري وعلى حشد التلاميذ والطلبة في الخروج إلى الشارع وربما في تعبير أو في تسجيل الموقف أو في تعبير عن موقف ما. إذن احنا هذا ما نديروش في حد ذاته، لكن لما يوظف في سياق صحيح وفي سياق وجيه وفي سياق اللي يخدم مصلحة البلاد ومصلحة الوطن، لما خرجت التلاميذ من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي كان خروجا يعني مشرفا، كان خروجا تلقائيا، كان هبة جماهيرية، دور فعال، وكان لهم دور فعال. اليوم مش خرج التلاميذ ضد من؟ ضد من؟ وإلى أي هدف ترمي؟ ما هو الهدف من أنك تخرج؟ عدا أنك مش تساهم في إرباك المشهد، في مزيد تأزيم المشهد، تأزيم الموقف، وأنت حطيت نفسك راعي حوار وراعي وساطة وراعي صلح وراعي كذا. فأعتقد أنه هذا التمشي هذا هو الذي يخيف الآن المؤسسة التربوية، ماذا بينا نحيدوها؟ المؤسسة هي توف ما بعد الثورة، هي مؤسسة علم ومعرفة وثقافة ورقي، واحنا يكفينا في احد الايام مده يومين تقريبا استمعت الى انه هناك 3 ملايين منقطع عن الدراسه في تونس، يعني رقم مخيف اذا كان نزيد ندعموه بهالتحركات هذه الحشديه. يعني عدد كم هذا مهول؟ لا اعتقد انه رقم عدد 3 ملايين منقطع، قراته في احد الصحف، هناك 3 ملايين في فترة زمنية محددة بطبيعة، مش في معناها على امتداد العقود، معناها على امتداد العقود 3 ملايين منقطع عن العقود، وهو رقم مش رقم بسيط، مش بسيط، نعم مش رقم بسيط، لكن هذا الرقم لابد من وليد اليوم، مش وليد اليوم، لا مش وليد اليوم، على امتداد معناها عقود من الزمن، حتى ولو كان على امتداد عقود فهو رقم مخيف. إذا أضفنا إليه التداخل السياسي والارتباك السياسي والتناحر السياسي والمعارك السياسية بين الأحزاب السياسية والأطياف السياسية في البلاد، راه مش كل معناها النتائج وخيمة جدا على المؤسسة التربوية. احنا حتى في ظل أوضاع عادية وفي ظل تحركات معزولة شفنا مؤسسات تربوية
تحرق. أنا شفت تعدى قدامي مرة في ملف من الملفات التي عرضت على القضاء، يعني مدرسة سوق الزيتون معناها حقيقة عمليات الحرق رهيبة من بعض التلاميذ أنفسهم اللي استغلوا وضع الفوضى والارتباك والغوغاء معناها عمليات الحرق، عمليات الحرق معناها عمليات معناها يعني شنيعة جدا، وعمليات يعني معناها يعني معناها ريمون يشمئز منها القلب. وبالتالي انا هيك علاش نخافوا من انه يقع الزج بالتلاميذ في هذه المعارك السياسيه، راهو ما هوش محله، وراهو تمشي غير صائب وغير حكيم. وانا معناها اربى بالاتحاد العام التونسي للشغل وبكل الجمعيات المهنيه والمنظمات المهنيه أنها تصمد شوية وتصبر شوية على الأطراف السياسية وما تتسرعش في الحشد ذي، وتخلي الحوار الفوق السياسي ما يدخلش فيه التربوي والتعليمي. هذا هو معناها المفروض الحوار يبقى في المستوى اللي هو موجود فيه. ولا رحنا في تونس راه واحنا معناها احنا بلد منسجم، معناها استمبي وموجن، يعني ما عندناش راهو شيعة وسنة، احنا كنا سنة مالكيين وكنا يعني معناها يعني معناها متجانسين، نجموا نتقاربوا، نجمعنا أكثر من اللي فرقنا. يعني علاش الخلافات السياسية مش مشان أن توصل لحد الضرر؟ التأزيم هذايا التأزيم ساعة نحسوا به تأزيم مفتعل متعمد، فهمت؟ نحسوا به يعني وكأنه يزيد الطين بلة، كأنه شكون يزيد فيه بلعاني، معناها لغاية في نفس يعقوب. بالتالي فالأطراف هذه اللي متأكد أنها أطراف قليلة جدا ومعزولة ولابد من كشفها وعزلها وتحييدها حتى ينعم المجتمع بإجماع بحد أدنى من الإجماع ومن التوافق ومن الاتجاه في مسير، يعني مسير واحد اللي هو يحقق المصلحة العامة. مصلحتنا اليوم في أنه راه ولدي يمشي ويجي هو فرحان بأدواته بشقراء اليوم وش عمل اليوم والتقييم اللي قديش خذا فيه، مش يجيني ولدي مرعوب على خاطر راهو قالوا له راهو يمكن ما نقراوش، وقالوا له راهو يمكن فما مظاهره ويمكن فما كذا ويمكن فما كذا. فاعتقد ان هذا المظهر هذا هو هذا الشيء هذا هو اللي غير طبيعي. الشيء الطبيعي هو انه المنظمات الراعيه للحوار الوطني اليوم موكول لها دور عظيم جدا، يلزمها ترتقي الى مستوى التاريخ. اولا تاريخ رموز المنظمات هذه تاريخ فرحات حشاد بالنسبه للاتحاد العام توصل الشغل، تاريخ معناها العمداء سي محمد شقرون وفي في 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 قضاء المحاماة والاستاذ الشفي والاستاذ اللي خلط عليه هنا وبقية العمداء اللي شهدتهم المهنة والأساتذة البارزين اللي كانوا يعني صوت دفاع قوي وصادع معناها امام المحاكم، الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ورموزها التاريخية. فأعتقد أنه ما أنت معناها يلزم بالنسبة ليك تو الموقف نتاع سي منذر شقرون كناشط حقوقي أنه يلزم الفصل بين هالحوار اللي قاعد ياخذ مجراه في مستوى سياسي وبين اللي قاعد يعيشه التلميذ في واقعه التربوي حتى في المجال الدراسي بشكل خاص. إذا احنا نتعدوا لك سي غازي، ولي من بين الأولياء كيف عنده رؤية للحياة المدرسية كيف ما قاعدة اليوم محاطة بنوع من المواقف والأقوال التي تزيد وتنقص إلى غير ذلك، وعبرنا سي منذر على تخوفات. أنت بالنسبة ليك شنو رؤيتك للي قاعدة ترى فيه بما أنك عندك منظوريك وعندك على الأقل نوع من الاهتمام بمثل هذا المشهد اللي قاعدين نعيشه فيه اليوم؟ بسم الله والحمد لله. في البداية شكرا أخويا زهير على الاستضافة، ونحب نقول أني ولد الشعب ونحب نتكلم بلغة يفهم الشعب. نحب نقول أنه في البداية وأنه بن علي لمدة 23 سنة استطاع أن يستصدر منا أحلامنا. لمدة 23 سنة كنا نحلم فقط وأن ناكلوا ونشربوا وما نتمرمدوش ما ندخلوش العبوسات، ولكن بن علي لم يستطع أن يستصدر منا، أنا شخصيا لم يستطع أن يستصدر مني حلمي وأن يشوف بنتي أمينة أستاذة جامعية، ولم يستطع أن يستصدر مني حلمي وأن يشوف ولدي محمد
مهندس وباحث، ولم يستطع أن يستصدر مني حلمي وأن يشوف ولدي أحمد مسرحي وألا فنان. اليوم في أقل من 3 سنين بعد الثورة، الجزء الأول من أحلامي لا يزال كما هو، كما هو. ما زلت نحلم أني نعيش ناكل ونشرب، ونحلم أني ما نتمرمتش، لا أنا لا جيراني لا أصدقائي لا أهلي لا مالية. ولكن الحلم الثاني اليوم أصبح في خطر. اليوم وقت اللي نسمع أطراف تنادي بسنة بيضاء، وأطراف تدعو غدا الخميس تلامذتنا وأولادنا إلى الخروج في مسيرات هم ليسوا طرفا فيها ونحن كأولياء لسنا في طرفا فيها، هذا الحلم عندي أصبح مهددا، مهددا حقيقة. يعني أنا نحب نعبر على الآتي. اليوم كل ولي عنده تلميذ في مدرسة ولا في ولا ولا ولا, ولا عنده طالب في كلية حلمه أنه يشوف تقريبا سدس المجتمع التونسي، سدس عدد سكان تونس، معناها أكثر من الزملين مثل هذا، سدس المجتمع التونسي، معناها شوف أنت العدد الكبير متاع التلامذة اللي اليوم يتلقوا في التدريس. معناها الرسالة اللي مش توجه ليهم منك أنت كولي في ذو على الأقل الوضعية اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. شوف خويا زهير، هو هل الظاهرة اللي مش نوصلوا لها في كامل تراب الجمهورية وبدءا غدا الحي في مدينة صفاقس، هذه ظاهرة عنا مدة توا وإحنا مش نوصلوا لها، معناها مدة وإحنا حاسين بها. الظاهرة هذه تناولها المجتمع، تناولها العائلات والأولياء في كل المنابر، في العائلة وفي الشارع وفي القهوة وفي المسجد وفي كل البلايس اللي يمشي لها المواطن العادي. ونحب نعبر من خلال القناة الطيبة هذه عن غضب وعن سخط عميق عند المواطن في جهة صفاقس. الصفاقسية احنا عندنا التعليم مسألة خاصة جدا عند التوانسة الكل، عند التوانسة الكل وبالأخص في مدينة صفاقس، وهكا سر، وانه سر نجاح برشا صفاقسيه، وسر نجاح وانه صفاقسيه فهمت ولا لا معناها في التعليم في مستوى تعليم عالي رقي. انا نحب نحكي على جيتي احنا كاولياء نحن حريصين جدا. لكن مع ذلك سي غازي راهو نتوجهوا احنا للتوانسه الكل، التوانسه الكل معليش، مثلوا التوانسه الكل معليش، جهه دون اخرى للتوانسه الكل معليش. واضح، نحب نقولها التخوف هذا موجود في العائلة الكل، وعنده اكثر من جمعه هو يتخمر. نحب نحكي على واقع العشية منها صارت لي أنا في مكتبي، وولاد الحومة يعني أولياء الحومة يعني متعودين باش يجيوا بحذايا وكذا، حيريك فاش باش تصرفوا غدوة، شنو اللي نجموا نعملوه. ما إيش ما هوش فاهم وأنه ولده في القسم متاعه مفروض عليه، وأنه غدو الحي يخرج في مسيرة هو ليس طرفا فيها. المشروع متاع المسيرة غدو الحي لا الولي ولا التلميذ هو طرف فيها، لكن على حد علمي ما هوش معني هو بها. على حد علمي المسيرة ولا حتى الدعوة متاع الاتحاد العام التونسي الشغل مش تقتصر على فئات دون أخرى. نحن احنا نحكي على إشاعات، نحكي على أقوال تمشي في وسط المجتمع، تسري في وسط هذا المجتمع. ممكن في مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك. احنا كأولياء قلقين وغضبانين وعنا هاجس، وأنه أولادنا تستعمل في 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 معركة في صدام هم ليسوا طرفا فيه. الأطراف اللي تحب تزج معناها بوليداتنا وتلامذتنا في معركة هم ليسوا جزءا منها، يمشيوا يعملوا سياسة في أماكن غير الليسيات وغير المعاهد وغير المدارس وغير الكليات. معناها أنت تخوفك كولي من أنه يقع إدخال منظوريك في مسار لا يعلم الله، لا يعلم إلا الله، معناها المآل متاعه. تخوف حقيقي عند كل التوانسة أخويا زهير، هذا مش كان عندي أنا راهو، هذا تخوف حقيقي موجود عند كل التوانسة. اليوم أنا نحب نعطي مثال بسيط، فما برشا زواولة، فما برشا عائلات قد فما برشا ناس تجي في شهر سبتمبر وتتداين دخلت ثلاثة وليداتها ولا أربعة وليداتها، ويقعد حتى لشهر جوان ويخلص في دينه. راهو هذا واقع، يعمل مليون ولا مليون ونص يخلصوا من سبتمبر حتى لجوان. جي أنت سيادتك ربي هنيك معناها تحب تفسد عليه العام. فما ناس تقول يا كريم تعالها باش تشري سبيتري ولدها وردوازة ولدها وطابلية ولده وينحي من ينحي من حلقه ويلبس من البالة ويتمرمد في سبيله أن ولده ياخو أحسن كراس ويكتب أحسن ستيلو ويقعد على أحسن طاولة في أحسن مدارس. أنا نحب نحيله الحلم هذا بأي حق؟
بأي حق نصدر له الحلم هذا؟ شيء مفجع، شيء مقلق جدا. تحب تعمل السياسة اعمل السياسة، لا ولفوه وين ما تعمل في مقراتك. معناها من غير ما تزج التلامذة والواقع التربوي فيما يعتمد على المستوى السياسي. بالضبط خويا زهير، انا نحب معناها نقول راني غضب عالي جدا عند الاولياء في جهة صفاقس. تتصور سي غازي وتخوفك مشروع في هذا الاطار، شنو اللي من شأنه انه يوصل لانه يقع الزج بالتلميذ في مثل هالمعامل هذه؟ شوف احنا شبابنا سريع الاندفاع، احنا كنا شباب ونعرفه، شبابنا سريع الاندفاع، وفما مشكله صارت لمده 23 سنه هو التصحر الفكري والثقافي والسياسي. فما عدم ادراك للثقافه وللفكر وللسياسه في تونس، نحب ولا نكره. اليوم في 3 سنين ولات عنا تخمة، عنا فيضان من السياسة وفيضان من الثقافة وفيضان، هذا مضر بأطفالنا. اليوم الطفل اللي كان 23 سنة في عهد بن علي ما كانش يتفرج على سياسة، ما كانش يتفرج على بلاتو فيها عرك، ما كان يتفرج على تلفزيون فيها كان الخصام. اليوم ما بين عشية وضحاها تحل عليه هل بلاتو معناها فهمتش ولا لا، يعني بصفة الفظيعة هذه ما عادش يفهم روحه في اي في وين 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 يزم يكون. تلامذتنا واولادنا ما مش فاهمين روحهم وين يزم يكونوا. انت تستغلها على حسابي انا ولا حساب ولدي؟ واضح. اذا هنا لو نحاولوا سي منظر نرجع لك، نربطوا التخوفات هذه بما يمكن ان يقوم به الولي من جهه اولى، وما يمكن أن يطالب به التلميذ بشكل خاص في إطار هالوضع اللي قاعد بشيء من التدرج وبشيء من البطء إذا شئنا قاعد يحضر لشيء مجهول. كيفش ممكن التعاطي معه؟ بالنسبة للولي هو أنه يتمسك بحق ابنه في التعليم، لأنه حق تضمن القوانين والتشريع كلها بما في ذلك التشريع الدولية معروف، حتى ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق العالمي للأمم المتحدة، ميثاق العالمي لحقوق الإنسان. بالتالي معناتها لابد أن يتمسك بحق ابنه في التعليم، سواء في علاقته بالإدارة المشرفة على التعليم، أو في علاقته بالنقابات، أو في علاقته بكل فئات المجتمع المدني، يتمسك بحق ابنه وابنته في التعليم. هذا ثابت، ما عندوش حل آخر، ويرفع لافتة عريضة ويتكلم بصوت عال ويقول أريد أن يتعلم ابني وأن لا يفوته ركب العلم وركب التعليم. هذا كهو، ما يملكش آلية أخرى. بالنسبة للابن، السؤال الثاني متعلق بالابن، يتمسك كذلك بحقه في المعرفة وفي العلم، في أن لا ينقطع عن حقي في ممارسة حقي في التعليم والمعرفة وفي التلقين وفي التحصيل. هكاو هذه حقوق شرعية، حقوق متصلة بذات الإنسان نفسه، وحتى حد ما يمكن ينازعه فيها. واللي ينازع فيها الحق أو يحاول ينعطله، أنا نعتبر هذا الشخص هذا الجهة هذه مشبوهة، راهي ما تجريش وراء الصالح التلميذ هذا، وبالتالي ما تجريش وراء المصلحة العامة. سي بيان سامبل، معناها المسألة بسيطة، ما تحتملش التأويل. أعطيني أي ابن أي بنت اليوم قادرة على أنها تكون طرف في الشارع وترفع شعارا مناهضا لشكون؟ مناهضا لحكومة قائمة. هل تدرك معنى ذلك التحرك؟ هل يدرك هذا التلميذ معنى هذا التحرك؟ إلا أن يكون مغررا به، وإلا أن يكون يعني محشور حشرا. نحن نقول في القانون شخص حشر حشرا، محشور حشرا في هذه المعمعة، في هذه المعركة، وهو لا يدرك عواقبها، وهو لا يدرك الانعكاسات السلبية عليه وعلى المجتمع بجميع أطيافه. بالتالي ما أعتقد أنه كل من الولي والابن عليهما أن يتمسكا بحقيما في المعرفة وفي التعليم وفي العلم، وأن يناضل من أجل ذلك في على جميع الصعود والمستويات. في الإطار هذا حبيت فقط باش نرجع لك سي غازي ونحاول ننتقل للمسألة موالية. أصدر اليوم يوم 25 سبتمبر بيان نتاع جمعية، هي جمعية أولياء التلاميذ حول العودة المدرسية. الجمعية هذه تشارككم الاثنين وتشارك بارشة فرد من المجتمع، بارشة أطراف الهواجس هذه. اش قالت الجمعية في بعض ما جاء في هذا البيان؟ استقبلت بلادنا في الأيام القليلة الماضية حدثا اجتماعيا على غاية من الأهمية،
ويتمثل في عودة ما يناهز مليوني تلميذ وتلميذة إلى قاعات الدراسة. ويهم جمعية أولياء التلاميذ أن تهنئ كافة الأسر التونسية بهذه العودة وتشد على أيديهم لما يتحملونه من أعباء من أجل إنجاحها، وتدعو أبناءنا لبذل كل الجهد لتحقيق أفضل النتائج. وإننا إذ نسجل تزامنا مع هذه العودة المدرسية دعوة بعض الأطراف إلى استعمال فلذات أكبادنا لممارساتهم السياسية، فنحن كجمعية تمثل الأولياء نعلن عن إدانتنا لكل محاولات تحزيب أو تسييس المؤسسات التربوية مهما كانت التوجهات والمبررات، تحميلا للمسؤولية لكل الأطراف التي تحرض على هذا التوظيف سواء كانت أحزابا أو نقابات أو مسؤولين إداريين أو مربين، تعهدنا بالمتابعة القضائية والقانونية لكل من ثبت تورطه في توزيع بيانات حزبية أو غلق مؤسسات تربوية أو تخصيص حصص الدراسة للدعاية الحزبية، ونهيب بالسادة المديرين حتى يقوموا بواجبهم المهني في حماية أبنائنا وتأمين سير عادية للدراسة. إذن سي غازي، شوف خويا زهيرة، نسيت أني مبارك لأولادي والبناتي الطلبة وتلامذة بالعام الجديد ونقول لهم كل عام وانتم حين بخير. بسرعة حول البيان هذا، أولادي وبناتي ربي يحفظكم ويستركم ويهنيكم وينجحكم وإن شاء الله من تألق لتألق. أمس واليوم فما حراك مدني في صفاقس غير طبيعي، وعلى مستوى كل الأحياء وكل الجهات الأولياء يتجمعوا من أجل وأنه أولادنا يستعملوا في معركة ما هيش متاحم، هذا خط أحمر. البيان هذايا، البيان هذايا بيان ممتاز جدا، وهو جزء من هذا الحراك. معناها أنتم تعتبروا بشكل أو بآخر أنكم منضوين ضمن إطار هل الجمعية هذه اللي من شأنها أنها تحاول تضمن الحق متاع التلميذ في الدراسة بكل أشكال بدون قيد أو شرط. خويا زهير، إذا هنا مش نتابعوا هل التصورات هذه اللي عبرت عليها الجمعية وعبرت عليها أنت وعبر عليها أخونا سي منظر من خلال رصد بعض الآراء في هالإطار هذايا، خاصة في العلاقة اللي تربط المدرسة بالمحيط متاعها، التخوفات من الشارع، دور الأسرة، شنو اللي ممكن يتعامل به التلامذة والمربين والأطراف اللي تهم العملية التربوية مع المدرسة ومحيطها. نتابعوا هالآراء ثم نواصل الحوار. شو رايك في المطفلين على التلامذة قدام الليسي اللي يجيوا يدوروا قدام الليسي؟ والله هيك مع بعد فاضي شغل فهمتي، ونورمالمون حاله ما انتشمش. انت شو مش تعمل؟ مش تعمل سيرفيونات ولا مش تعمل حاكم ولا شنو قدام الليسي؟ قدامه بينما هذا الليسي كما الهادي السوسي على الكياس، يعني عباد تمشي وعباد تجي وعباد تقف وحالة عادية. ما نصورش كان فما مشكلة ولا خطر، اللي يحترم روحه ما يصير له شيء، واللي ما يحترمش روحه هيك اللي يصير. كان يجموا مثال البنات اللي في الليسيات ما يصحبوش الأولاد اللي يقفوا لبرا. لا عادي، أنا نخرج نقعد في السيارة نقعد نعمل قهوة عادي، ما تقلقنيش. مشاكل اللي ما يحطوناش نقراو، ما يمكن ما يحطوناش ندخلوا يبداوا يعملوا في جو عرس سنة زاو البرا، يبداو ساعات يسكروا الباب ما يحطوش التلامذة يدخلوا. مش نسيبا مش جماعة من الليسي، هم جماعة من البرا. فما برشا خارج الإطار المدرسي، مثلا تبدا قاعد قدام الليسي برشا يبداو مش من هوني وكل، فما شوية مشاكل واحد ينجم يتفاداها. ميمسي كي تقف أنت كل شارع تتعدى، ميمسي فما السرقة، ميمسي فما الخطف، براكاجيت، الدنيا ماهيش رايحه بالضبط. بالحق انا ممسكي نقف دا خايفه على روحي. والله انا بيرسونيلمون معناها انا عندي نهار كامل هوني، وسرتو معناها
شنو كيفاش نقسم وقتي؟ معناها قرايه وبعديك انا كي فطور وبعديك نعاود نقرا وبعدي وليتود والليل مخر وشارجي. نحنا كيف سنتر فيلو الكل معناها فما برشا سيرتو هكا اكسيدونات معناها مشاكل الاولاد معناها هكا في بلاصتنا هوني فما دي بروبليم فما معناها والبنات سيرتو معناها او كنتي والواحد قدم لي سي معناتها فما حوايج ناقصه في لي سي معناش وين نقعدوا معناها نخرجوا الكياس هكا نقعدوا في الشارع معناتها اون برينسيپ فما حوايج في لي سي توفر التلامذة هو حتى جيست سال بيرمانونس معناش في لي سي معناتها حتى ساعه كراس التلامذة تخرج وقهاوي وحبوا الشباب يطلع معناتها اوكي ساعدونا تحسم على الفساد معناتها مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء المباشر حول المسألة التربوية. استمعنا الآراء الضيفين الأولين اللي تحدثوا عن تخوفات الهواجس إزاء الواقع التربوي اليوم. نستقبل في هذا الركن الثاني على يميني سي نور الدين السافي خبير في مجال التربية، مرحبا بك سي نور الدين. إذن وعلى يساري سي رضا الجوادي وهو أستاذ في التعليم الثانوي، مرحبا بك سي رضا. إذن كما تابعت معايا ثم تخوفات موجودة في صفوف أطراف مختلفة في المجتمع سواء كانوا أولياء ولا ناشطين حقوقيين وإلا حتى منظمات المجتمع المدني كما سمعتوا البيان متاع جمعية الأولياء والمربين. احنا مش نحاول نسلط الضوء على النقاط هذه على الأقل من أجل توضيح بعض الجوانب بالنسبة للرأي العام. نبدأ معك سي نور الدين، مبدئيا علاقة المدرسة بالمحيط واللي هي مش تخلينا نلامسوا علاقة المدرسة بالسياسة. شكرا سي زغير. هي فرصة لتحديد وضع نقاط ضرورية للرأي العام، تتمثل في العودة إلى بداية الأشياء. بداية الأشياء هي المدرسة. المدرسة ليه من المدرسة؟ المدرسة إذا نسأل الشارع التونسي، الولي، نسأل التلميذ، نسأل المربي، نسأل أي شخص، المدرسة لها مهمة، لها وظيفة، وظيفة سميناها تعليمية، سميناها تربوية، ولا أحد، لا أعتقد أن هناك من يشكك في هاتين الوظيفتين، الوظيفة التعليمية ووظيفة التربوية، ولا شك أنه تحقيق هاتين الوظيفتين وجدت المناهج التربوية، وجدت الطرائق الدراسية، وجدت البرامج، وجدت الكتب، وجد يعني المربي المناسب، وجد هذه الوزارة التي تهتم بهذا الشأن، ولكن ليست وزارة التربية فقط، الدولة كلها بكل أطيافها بكل إمكانياتها الاقتصادية والذهنية إنها موجهة لخدمة الشعب وخدمة جوهر الشعب اللي هو من؟ اللي هو هذا الشاب، هذا اليانع، هذا المستقبل، لأن المدرسة تبني المستقبل، فتضع له كل ظروف نجاحه. من هنا تصبح النتيجة الأولى الضرورية أن المدرسة لا يمكن لها أن تكون إلا منفتحة على محيطها، لأنها منه نشأت. المدرسة هي مدرسة البيئة، مدرسة المحيط الذي هي فيه، وهذا أيضا منفتحة على محيطها، معنى الثاني أنها ستغذي هذا المحيط وستطوره. بقى أنها تعبر عن هذا المحيط كيف؟ الإطار الذي يجب أن تمارس فيه المدرسة وظيفتها هي الممارسة التربوية، الممارسة التعليمية. من الدين عفوا نقص أيوة. على حديثك تو اللي استمعنا ليه في الاستجوابات بعض الأطراف أنه التخوفات ما هيش فقط من داخل لكن من خارج أيضا، معناها ثم عديد العوامل اللي ظافرت من أجل أنها تضيق على الفضاء المدرسي ينضاف ليها تو نشوفه فيما بعد. هل الجانب السياسي اللي يعبر عليه الأخيان منذ قليل؟ المشكل الكبير هو ماذا؟ المشكل الكبير هو النجم نسميه من نقطة القوة ونقطة الضعف في الشعب. كل أمة نقطة قوتها هي شبابها ونقطة ضعفها هي شبابها. فإذا أردنا أن تكون ممارسنا ممارسة ناضجة فسنستعمل شبابنا استعمال ناضج، وإذا أردنا تكون ممارستنا ممارسة سلبية تدل على عدم نضج سياسي أو ثقافي سنستعمل الشباب بصورة سلبية. فانفتاح المحيط هذا هدفه تربوي تعليمي لصناعة المستقبل. أما أن هنا الخطورة الثانية أن
أن نستعمل هذا المحيط لإخراج المؤسسة من إطارها الذي هو فيه الذي هو إطار التربوي التعليمي. هذا هنا نقول من المستفيد؟ لما تستعمل؟ لما أخرجنا أو لماذا نفكر على الأقل؟ لا نقول أخرجنا، لما نفكر في إخراج المدرسة من إطارها التربوي التعليمي؟ لخدمة من؟ ما أي مستقبل نريد أن ننشئ أن نوجه إليه أبنائنا إن لا قدر الله فتحنا المحيط على هذا الباب السلبي وجعلنا وأدخلنا التلميذ في كل مستوياته من المدرسة من الابتدائي إلى العالي في هذا الشأن الذي هو شأن يتجاوز الإطار التربوي. فإذا كانت اللعبة السياسية بما هي لعبة ناضجة في مستوى تعقلها ومستوى تدبيرها للشأن العام إن فشلت فأرادت أن تركب على التلميذ فهي خيبة المسعى. وهنا هو بيت الداء، يعني إن كان المجتمع متماسكا حقا فعلي أن يدافع عن هذا الإطار الذي سميناه تربوي تعليمي. إذا أردنا أن نفكك هذا المجتمع في حاضره وخاصة في بنائه لرؤية المستقبلية فما علينا إلا أن نهدم هذا الإطار. يعني نحن اليوم أمام اختبار فعلي حقيقي دون خطب ودون نظريات، لا فلسفية ولا تربوية ولا نفسية. إذا أردنا أن نخرب البلاد فما علينا إلا طريق سهل، أن نكسر إطار التربية والتعليم وأن ندخل إليه كل من هدب ودب. أنا هنا ولات التداعيات متاع السياسي باش تكون أثارها مباشرة على الواقع التربوي وبالتالي على المجتمع ككل. دون شك إذا 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 يعني إذا ذهبنا إلى المخبر إلى المصنع الذي يصنع النشء ويصنع الذهن ويصنع الشخص ويصنع مستقبل الأمة في كل مكوناتها تقريبا، إذا أخرجناه من هذا الشخص الذي هو في طور الولادة، هذا الجنين وهو في طور النشوء ونخرجه من رحمه وندفع به في الحياة هكذا لخدمة أغراض أخرى، هذه عملية إجهاض للعملية التربوية التعليمية. يجب أن نقف، يجب أولا على الأقل بمعنى من التعقل الرصين، لما كل هذا؟ لما؟ هل حقا فشلت السياسة لكي نفتح المدرسة ونكسر الإطار التربوي التعليمي؟ أم أن للسياسة وطرقها الخاصة التي يجب على سياسيين ويجب أن يكونوا من النضج الكافي حتى يحافظوا على هذا الإطار باعتبار خط أحمر؟ نعم. إذن نجي لك سيدة، هنا المحيط قاعد اليوم يلعب في دور سلبي شئنا أم أبينا في علاقة بالمجال التربوي. كان نزيدوه احنا الضغوط نتاع السياسي باش يكون الوضع أكثر، معناها نجم نقولوا إرباكا. نحلوا النقطة الأولى، علاقة المحيط بالمدرسة قبل ما نزيدوا عليه الجانب السياسي. بارك الله فيك على هذه الفرصة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة التربوية والتعليمية في بلادنا معقدة جدا، والحقيقة الوقت ما يسمحش اليوم باش نطرحوها في كل أبعادها رغم ضيق الوقت يعني، لكن ثم مشكلة آنية الآن مطروحة في هذه الأيام بشكل يعني سريع ويلزم معالجة سريعة، هي مسألة التوظيف المباشر وغير المسبوق للمعاهد والمؤسسات التربوية في صراع حزبي سياسي ما بعد الثورة. ما قبل الثورة يعني كانوا توجد أحيانا بعض الحراك، فكنا نلتمس عذر أننا نعيش في وضع معناها شبه احتلالي وغير ذلك، وكنا نبرر أحيانا بعض التحركات البسيطة المحتشمة نظرا لأنه كان ثم قمع كبير جدا أثناء الثورة. قلنا هذه محطة تاريخية كبيرة جدا للبلاد وللأمة، يجب أن يساهم الجميع فيها، لكن أن تتمادى الأمور إلى درجة أن تصبح بعض الأطراف الحزبية عندما تفشل في الشارع وفي حشد أنصارها بعد ما عملوا شهرين تهريج سياسي، وهذا على مسؤولياتي أنا وتقديري أنا في الشوارع يعني في بارد وفي غيره معنا وما تابع ذلك من انحرافات. سمحني يعني سيدي، قبل ما نوصل للجانب السياسي بصفة مباشرة فقط حابين نوقفوا على الوضع
التربوي في علاقة بالأسرة بالشارع. قبل كنا نشوف دوريات أمنية قارة من شأنها أن تراقب قدام المدرسة، من شأنها أن تمشي وتجي تحاول أن تبعد بعض الأفات. مش نأتي الجانب السياسي خطر في علاقة ببعضه، معناها في الأمور في علاقة بعضها، وإحنا مش نستمعوا تو مع بعضنا، نستمعوا مداخلة هاتفية في الإطار هذا ونوصل معك الحديث. معنا الدكتور علي الزيدي وهو مؤرخ، مرحبا بك سعلي. أهلا وسهلا بك ورحبا. عسما سعلي نورتنا في الحلقة هذه. الله يبارك. سعلي حبينا نسألوك في البداية حول رأيك في الوضع التربوي بشكل خاص في علاقة بالمحيط، معناها المدرسة ومحيطها بشكل مباشر. والله الحقيقة بالنسبة للمدرسة وعلاقتها بالمحيط علاقة سيئة جدا في تصوري، فيها كثير من الشوائب، بحيث نرى أنه بعض التلامذة مثلا اطرح مسألة غياب قاعات المراجعة في المدارس وفي المعاهد خاصة، مما يجعل هذه المعاهد تدفع بتلاميذها للشارع، وبالتالي التأثير السلبي للشارع يكون واضح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المدرسة بصفة عامة، المدرسة التونسية خلال الفترة العقود الماضية تخلت عن دورها التربوي تقريبا، واضح، بحيث أصبح العملية التعليمية هي عملية شحن للمعلومات لا غير، ثم أنها حتى في هذا المجال أثبتت فشل ذريع، حيث نرى الحصيرة أو النتيجة التي تؤول إليها العملية التربوية التعليمية في تونس هي تكاد تكون صفر، واضح، حيث الشهادات التونسية فقدت قيمتها على المستوى الدولي. طلبتنا يأتون وهم ضعاف جدا، بحيث لا يستطيع واحد منهم أن يحرر نصا باللغة العربية السليمة ولا باللغة الفرنسية، حيث ضعف على كل مستويات. تقييم الجامعات التونسية على المستوى الدولي وترتيبها عنها في مراتب مخجلة، بعد كثير من الدول التي كنا نعتبر أنفسنا أحسن منها بكثير. سعلي التجربة التربوية والتعليمية التونسية على كل مستويات. سعلي هنا توا ثم أطراف عبرت عن تخوفات قاعدة اليوم يعبر عليها الولي، يعبر عليها الناشط الحقوقي، الناشط المدني، المربي إلى غير ذلك، من تأثير الوضع السياسي في الواقع التربوي، خاصة بالنظر للي قلته أنت سعلي توا أنه التلميذ ولا مفتوح على المحيط الخارجي دون ضوابط أو دون رقابة. نعم. كيف استرى التأثير هذا يا سعلي؟ كيف تأثير هذا؟ تأثير الوضع هذا المشحون سياسيا في ظل غياب على الأقل الضوابط اللي من شأنها أنها تحد التلميذ وتحفظ في قاعات مراجعة داخل المعهد إلى غير ذلك، ولا مفتوح على عالم خارجي ينجم أي طرف من الأطراف يستغله على النحو اللي يلوج عليه. هو لابد من تسليم منذ البداية إلى أنه لا حق لأي حركة سياسية أن تأخذ التلاميذ كرهينة. التلاميذ في مستوى التعليم الإعدادي والثانوي ليسوا مؤهلين كما يجب لخوض التجربة السياسية. ربما في الجامعة ربما يكون ذلك نوعا ما مشروع، لكن خاصة وأن المحتوى الثقافي في المدرسة التونسية غير كافي، حيث أن نرى حتى التربية المدنية غير كافية. نرى سلوك التلميذ وسلوك الشاب في عامة في الشارع هو يكاد يكون سيء جدا من حيث ما يعكس التربية المدنية. واضح، واضح سعلي. ولذلك التلميذ لا يمكن أن يكون ناشط سياسي إلا في حالات استثنائية ربما، وهذا مكان الأحزاب، والأحزاب خارج المدارس وهي التي تقوم بدور التثقيف السياسي إن شاء الله. معناه نفهم سعلي أنه لا لتأسيس المدرسة، لا لتأسيس المدرسة بأي شكل من الأشكال. العمل السياسي هذا الحقيقة عمل خطير جدا ويهدد المجتمع. نعم. إذن نشكرك سعلي على التدخل هذا، نرجو الاتصال بك في موعد لاحقة. إلى اللقاء سعلي. بارك الله فيك.
إذا سيدي ذا كما كنت تسمع تدخل سعلي، نمشي مباشرة لهل التخوف من السياسي وتداعياته على مستوى المدرسي، شنو هي مبررات هالتخوف بالنسبة للمربي؟ الحقيقة احنا ما نش نعيشوا في تخوف، احنا نعيشوا في الأزمة وغارقين في الأزمة، يعني ما داخل الواقع التربوي، داخل الواقع التربوي. نتكلم كأستاذ يعني من خلال ما هو موجود في المعاهد والتلامذة، يعني ثم الآن متاجرة بالتلاميذ، وقت اللي يقع الإعلان عن مسيرة ويقع حشد التلاميذ، وبعض المديرين في السنة الماضية اللي وقع تنصيبهم بتواطؤ من عدة شخصيات ومسؤولين وكذا تابعين تيار معين، وقت اللي يسكر المعهد المدير يقول لهم غدوة ما تجيوش تقرأوا، هذه ما كناش نسمعوا بيها احنا. حتى في تعس الفترات في العهد البيض ما كانش المدير يتجرأ باش يسكر معهد ويطرد التلامذة باش يمشيوا يشاركوا إيحاء بطريقة غير مباشرة، يشاركوا في مظاهرة إيديولوجية. يا أخي المدير معه هوش خاضع لرقابة سلطة الإشراف؟ لا، احنا بعد الثورة حتى حد ما هو خاضع لسلطة المباشرة. احنا الآن الكثير، ما نقولش الناس الكل، ما كثير من الأطراف الموجودة في العملية التربوية تعمل اللي تحب الآن. ثم كثير من الأساتذة، وما قلتش الكل، اللي مخلي الدرس على جهة ويحكي على الحزب الفلاني وعلى ويجاو معانا وغدوا عنا مسيرة وعنا مظاهرة ومش ندوا بالكذا ونحبوا نسقطوا الحكومة ونسقطوا النظام وتليم ذات معنا. حتى في الابتدائي واحد قال لي من الأولياء، قال لي ولدي حافظ جاء من رجع من المكتب الشعب يريد إسقاط النظام. هذا بعد الثورة عملنا يا وليدي، قالوا إني حفظت الكلمة دي، قالوا يا سيدي لو تو في القسم احنا ساعة كما نعيط الشعب يريد إسقاط النظام. هي جات في فترة معناها تقريبا هو الشعار الذي أصبح مسيطرا على كامل معناها الأمكنة في تونس، لكن اليوم احنا بالذات نعيش وضع استثنائي. الوضع الاستثنائي هو المسيرة اللي يحشد لها الاتحاد العام التونسي للشغل مع أطراف حزبية معينة نسميها الجبهة الشيوعية ونداء التجمع، قاعدة تروج للمسيرة متاع غدوة وتحب تلعب التلامذة، والبعض يدعو إلى الأساتذة. هي طريقة شنية متاع حشد التلاميذ بسيطة جدا. بعض الأساتذة يكفي أن يخرج من المعهد التلامذة قسم ولا اثنين يقولوا ما ثماش قرايه، يقول له هذه نعمة كبيرة جدا، أي نخرج ما ثماش قرايه، يقع خطف أكثر ما يمكن من أكل التلاميذ، أي نمشي ونعملوا مسيرة ماشيين في الشارع، يبدأوا بشعارات يعني بسيطة ويقع على الإجماع، يمشيوا 300 متر 400 متر وتتقلب شعارات تولي ايديولوجيه ضد طرف معين مع طرف معين، والتلميذ ما هوش فيها مش قاعد يصير. معناها ينساق التلميذ وينساق للاسف، وهذا نعتبره من اي طرف كان ومن اي حزب كان، هذا اجرام في حق التلاميذ في حق المؤسسه التربويه في حق الشعب وفي حق الامه. انك جيل تلميذ تحب تنشط نشاط سياسي، تفضل اعلن على مظاهره وادعي انصارك في الشارع، لك الحق اليوم الحمد لله كل اللي يحب يكون حزب يكون حزب. جيل التلامذة وتبدأ تحكي لهم على الحزب الفلاني وعلى الزعيم الفلاني والسياسي الفلاني وغدورة وعنا كذا ويجوا بحذانا ويجوا نعمله وسيب علينا، هذا إجرام في حق التلاميذ، لأنه مش من حق أي حزب مهما كانت مرجعيته، مش من حقه أنه يغتال الطفولة ويغتال الشباب ويخون المهمة الأساسية اللي هي التربوية التعليمية اللي أوكل الشعب وأوكل المجتمع لهؤلاء المربين أن يقوموا بها. طبعا ما نقولش الأساتذة الكل محاشام، هناك أساتذة مربون فاضلون، لكن يكفي كما قلت لك زوز ثلاثة أساتذة في معهد يعملوا بلبلة، وإحداث البلبلة في المعهد المؤسسة التربية الآن سهل جدا، يعني لين التلامذة يخرج يبدأوا يعيطوا يا ما حاجتناش بقراية ويحبوا العطل ويحبوا الراحة. بعض التلامذة زادة ما نقولش التلامذة الكل، وتدخل الأمور في بعضها، وهذا يريناه عمناه ونحن عمناه. ثم أستاذ موش وقت باش نسميه، ولكن إن شاء الله يجي نهار ونقاضيه بدون ذكر أسماء، أي بدون ذكر أسماء طبعا، ثم يجي نهار وش نقاضيه إن شاء الله وعليه أشرطة فيديو، خرج التلامذة من القسم باش يمشي يحرقوا الولاية في نطاق التجاذب الحزبي السياسي، باش يمشي يحرقوا الولاية، وملمومين قدام الولاية ثلاثة أربعة أساتذة والتلامذة طالعين لفوق يعرضوا لهم العباد يا ولدي ماشي، قال لنا سيدي حق الولاية. فمهما كان انت عندك مشكله مع الحكومه، عندك مشكله مع المعارضه، عندك مشكله مع هذا الحزب او ذاك، اش دخل هؤلاء الابرياء في انه يمشي؟ لو كان مسكين تجيه ضربه هنا ولا غادي ولا تجيه اي مصدر نتاع عنف، شكون مسؤول عليه؟ هذا اجرام. عمنا الولي قال لي نكلم في بنتي، يا بنتي وين؟ قلت له يا بابا انا في مظاهره، انا مظاهره مش تقرا. قلت له عاملين جورا نعيط ونصيح ونفرهد على بنا، يعني حتى البنية تعيط ماشي فيه مش قاعدين يعيطوا. معناه يقع الزج بالتلامذة في نوع من النشاط السياسي غير الواعي بشكل أو بآخر، وهذا إجرام. نعم هذا إجرام في حق الطفولة في حق الشباب في حق التلاميذ، وللأسف احنا مازلنا نطالبوا بأنه يقع متابعة هؤلاء، لكن ثم شكون قاعد يغطي في هؤلاء؟ لأنه إذا كان يتمس أستاذ اللي قاعد يحرض
تولي قضية نقابية وقضية نضالية وقضية من شنو وتآمر وحكومة ومعارضة وقوى أجنبية. هل الشعارات هذه قاعد يستغل فيها البعض من أجل مصلحته؟ بكل وضوح أنا حسب رأيي مصلحته هؤلاء ثم ناس فشلوا عندهم شهرين يهرجوا سياسيا في الشارع يستناوا في الموسم الدراسي فشلوا حبوا يعملوا محاولة انقلابية ضد الشرعية ضد التوافق الاجتماعي ضد السلم ضد التغيير السلمي ضد التداول السلمي ضد الانتخاب ضد المؤسسات الشرعية للدولة فشلوا. الآن يقولوا هاي فرصتنا ثمينة جدا باش نستغل وقت تلامذة الأبرياء نحشدوهم في الشارع نعبيوا بهم الشارع ونكثروا بهم السواد وهذايا اغتيال وهذايا خيانة للدور التربية والتعليمي ودليل على الإفلاس السياسي. معناها تعتبر أنه توا المشكل الحالي على الأقل في ظل الظرف اللي قاعدين نعيشوه هو مشكل المدرسة والتسييس؟ نعم. معناها احنا على الأقل باش نوضع النقاط على الحروف إذا كان مش نحاول نعالج مشكلة مطروحة وبصورة عاجلة هي مشكلة المدرسة وتسييسها. احنا في الواقع كاميرا القلم حاولت أنها ترصد بعض الآراء في علاقة بالمدرسة والتسييس. نتابع مع بعضنا الآراء ثم نواصل الحوار. تجاذبات سياسية في البلاد تأثر على التلميذ؟ بيان سور باش تأثر على التلميذ سيختويكم العبيد اللي ما يحبوش يقراو عفتكم سي ضربة ضربتينا والوضع البلاد مش مستقرة وترشنوا وما ندخلوش نقراو وباغ لي بروف زيد كل واحد يحب يعني كل واحد يحب يوصل. احنا بلادنا وضعنا السياسي مش مستقر احنا بلادنا فيها مشاكل دونك اليوم مش باش نقريو وهيكم الحكايات. اي بالطبيعه كيف احنا تكون تونس مش لاباس احنا مش نكونوا مش لاباس بالطبيعه نورمالمون توا مش العباد مش مشتريضنا ما باش ترجع للاعتصامات على خاطر الوضع في تونس ما تصلحت ما تصلح حتى شيء قعدنا كيما احنا اللي بروفيت والاداره كلها كل واحد وتوجهاته نتاعه سبحان الله تحس وحتى باش تجبد في موضوع في الكلاس كل واحد وكيفاش يقول تحس روح الواحد تايه. المؤسسة التربوية كما غيرها من الفضاءات العامة تكون محايدة على كل ما هو ايديولوجيا وسياسة. بطبيعة الحال الأساتذة والتلامذة ما همش هما كاينين مجتمعيين يمكن تكون عندهم أفكار وتكون أنا واحد بخير يدخل المؤسسة التربوية نحي هكا الجلباب ولا الكسوة ولا الفيستا ولا نتاع نتاع السياسي باش يولي أستاذ باش يولي رجل تربية باش يولي بطبيعة الحال مربي باش يحاول باش يخدم على الحوايج اللي تجمعت واسع اكثر من الحوايج اللي تفرقت. نعم. ولكن في ظل التجاذبات السياسيه الحاصله في البلاد كيفاش نجم نحميو المدرسه التونسيه من التسييس معناها سواء كان تسييس التلامذه او تسييس الاساتذه؟ هو امر طبيعي نحن عندنا منشور في هذايا ومعناتها يدعو الى تحييد المؤسسه التربويه من كل التجاذبات السياسيه والعقائديه بالطبيعه هذا امر ندعو له كل ونشجع عليه بل بالعكس امر مفروض علينا اليوم لانه المؤسسه التربويه يجب ان تكون بعيده عن كل هذه التجاذبات. المؤسسه التربويه مجعوله للتربيه ومعناتها تربيه الاطفال على قيم المواطنه وقيم أخلاقية معينة لابد أن ننأى بكل هذه ننأى بالمؤسسة عن كل هذه التجاذبات. بالطبع نحن إذا كان ثم خلالات في الجانب هذا كل مسؤول على الشيء من هذا القبيل يتحمل مسؤوليته في هذا ثم إجراءات متابعة إدارية وقانونية ما فيش حتى شك نحن ماذا بينا من صوص الحالة هذه ولكن نعرفوا اللي المربين وكل أعوان العاملة داخل معناتها المؤسسة التربوية تعلم هذا ونحن أعتقد أنه كل من ينتمي إلى قطاع التربية يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب وإن شاء الله ما نوصلوش للحالة دي. إذن سي نور الدين كما تابعت التدخلات هذه ثم نوع من التخوفات نعود نقولها ونكررها في علاقة بتسييس المدرسة. شنو تعليقك على التدخلات هذه؟ إذا نرجع للتدخل التلميذة مثلا وبعدين تدخل سيد مدير مدرسة تدخل سيد مدير جهوي يعني تقريبا ثم اتفاق على أمر
رأيته إيجابي هو أنه ما لا يمكن أن ندخل العمل التربوي في المشاكسات السياسية والحركة السياسية الموجود في البلاد. التلميذة اللي تعبر تقول أنه طبيعي أنه التلميذ يتأثر بمحيطه السياسي والتجاذبات السياسية الموجودة في البلاد، لكن هذا لا يعني أنه يصبح طرف فيها يمكن استعماله من طرف جهة أو سواء كان الجهاز سواء كان الحزب الحاكم أو الأحزاب المعارضة أو أي طرف من أطراف الدولة. عندما نستمع إلى الإدارة في يعني عندما نقول إدارة إذا نقول على السياج القانوني الإداري يعني كيف ستتفاعل مع هذا الأمر، أراه الكلام هذا وإن كان مطمئنا من حيث العبارة لكن لا أراه كافيا. ما معنى لا أراه كافيا؟ لأنه واقعيا العمل الـ الـ الـ